فكل إنسان، نرجع مرة ثانية إلى باولو كويلو، أنت تخلق رسالتك في الحياة، وأنت تستحمل في الحياة هاي كلها اللي أيضا إيك. ولكن أؤمن بشيء واحد أنا، أن يوم وكلت أمري رب العالمين من داخل الكعبة وأنا ساجد، عقب ما طلعت شفت أمور حصلت ما بذكرها، شفت أمور تحصل، إيماني زاد وقناعتي زادت بهدفي في الحياة، بقوة وأهمية الدعاء. أنا ما متطوع يعني لحيتي لهني، ولكن مؤمن دائما، تؤمن الحياة هاي مرحلة، توصل لمرحلة أنك ما تضر الناس، توصل لمرحلة ما تخاف من الموت. ما خاف من الموت. ما تخاف من الموت؟ ما خاف من الموت. الحين ما تخاف من الموت ولا من الأول ما تخاف من الموت؟ لا يعني السنوات العشرين ولا ما خاف، لأني أحس، تعرف أنت في النهاية تخاف إذا أذيت البشر، تخاف إذا كنت سيء. أنت رجل، بس طبيعة البشر يعني، يعني طبيعة الإنسان وتعلقه في الدنيا، في الدنيا ما عليه في النهاية يقول لك الموت هذا شيء طالع، الموت بيحصل. اللي يخافون أعتقد الأكثر أذية للبشر. كنا رايحين، لازم نؤمن أننا رايحين لمكان أفضل بإذن الله. ورسالتك في الدنيا، متفكر بالطريقة هاي، رسالتك في الدنيا تتغير، رسالتك تكون أكثر إنسانية، أكثر حكمة، فيها خير ورخاء واحترام للبشر.